كان معايا امبارح صحفي من ليفربول وكان بيقول لي ان علاقه صلاح بكلوب يعني علاقه جيده جدا، وان صلاح يرحل يروح اي حته تانية حتى لو برشلونه ريال مدريد ده من المستحيلات. والله بص يعني انا بشوف ان صلاح في ليفربول بقى ايكون. ممكن تروح ريال مدريد، ممكن تروح برشلونه، ممكن تروح اي حته هتبقى كويس، بس اللي اتعمل اللي صلاح عمله مع ليفربول بتاريخ ليفربول، ان بعد 30 سنه بتاخد دوري، بعد كام 15 سنه ولا 14 سنه بتاخد تشامبيونز ليج، خدت كل الحاجات الحلوه اللي بقى لهم كتير قوي نفسهم فيها، وانت كنت سبب رئيسي معاهم، وبالتالي هتبقى واحد من ليجند زي دالجليش، زي ايان راش، زي الناس العلامات بتاعتهم. انا متهيألي صلاح يعني لو كمل في ليفربول ونهى حياته الرياضيه في ليفربول هيبقى الكارير بتاعه بعد كده في ليفربول، ان كان بقى مدرب، ان كان سبورتس دايركتور، يعني خلاص يبقى ناس من الناس الايكونز في ليفربول، ويقدر برضه ميدو اكيد فاهم الدنيا هناك اكتر مني يعني، بس عارف اكبر مثلا، بس انا شايف ان هو لو راح ريال مدريد هيروح. هو انت قلت بس مش هيعمل يعني، ريال مدريد واخد اخر سنه كام سنه 3 تشامبيونز ليج، بياخد الدوري. انت قلت اسمي حصل معاه كده، ايان راش فعز ما هو في ليفربول كان ليجند ومكسر الدنيا، راح اليوفي موسم فشل ذريع ورجع ليفربول تاني. يعني فشل يعني وهو كان اوين لما مشي راح ريال مدريد برضه ما حققش النجاح الكبير. ممكن يعني ممكن يكون صلاح بيفكر فيما بعد من دلوقتي، اكيد لا صراحه عقليه يعني دماغه شغاله. وممكن يكون بيفكر ان هو هيكمل بره، لا ما اعرفش هيعمل ايه برضه. انا عايز اقول حاجه يا ميدو، خلي بالك قبل صلاح ما يروح وقبل الجيل ده مع كلوب، ليفربول ما كانش جاذب للعيبه الكبار، يعني ولا بيكسب بريمير ليج ولا بيكسب تشامبيونز ليج.